مشاهدي الكرام مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وانطلاق مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية. اليوم مباراتان في منتهى القوة، السنغال في مواجهة بنين الساعة 6 مساء، وعند تمام الساعة 9 يلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره الجنوب إفريقي. فرغم وداع منتخبنا الوطني للبطولة إلا أن الإثارة والمتعة لم تنتهي في بطولة وصفها البعض إنها الأقوى. قبل التطرق إلى مباريات اليوم نسترجع مع حضراتكم متعة الأدوار والأيام الماضية، حيث تأهلت ثمانية منتخبات إلى دور ربع النهائي، وهم السنغال وبنين ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار والجزائر ومدغشقر وأخيرا تونس، بعد منافسة شرسة ومفاجآت من العيار الثقيل، حيث كانت البداية بلقاء منتخب المغرب وبنين والذي نجح فيه السناجب في تفجير مفاجأة كبرى بإقصاء أسود الأطلس والصعود على حسابه إلى الدور الربع النهائي عن طريق ركلات الترجيح، رغم كون المنتخب المغربي واحد من أقوى المرشحين للظفر باللقب. وفي اليوم ذاته نجح المنتخب السنغالي في تخطي عقبة أوغندا بهدف مقابل لا شيء. وفي الدور ذاته تفوق المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما أقصى منتخب جنوب إفريقيا منتخب مصر في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن بهدف مقابل لا شيء، وصعد منتخب مدغشقر على حساب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، كما صعد منتخب الجزائر بثلاثية على حساب غينيا، قبل أن يصعد منتخبي تونس وكوت ديفوار على حساب مالي. حصاد دور 16 2019 لم تكن النتائج هي المفاجأة الوحيدة في هذا الدور، ولكن كانت هناك العديد من الظواهر والأرقام، حيث ظل منتخب الجزائر الأقوى هجوميا بتسعة أهداف، وجاء خلفه منتخب مدغشقر كالحصان الأسود بسبعة أهداف، وحل منتخب السنغال وكوت ديفوار بستة أهداف كأقوى المنتخبات هجوميا بالبطولة، بينما جاء منتخب جنوب إفريقيا الأضعف هجوميا بهدفين فقط. وحصد منتخب الجزائر لقب الأقوى دفاعيا، حيث لم يمنى مرماه بأي هدف حتى الآن في البطولة خلال أربع مباريات خاضها الخضر، فيما جاء من خلف المنتخب الجزائري منتخب مصر ومنتخب المغرب بهدف وحيد. وودع البطولة وأيضا شارت البطولة منافسة ساخنة في لقب هداف الكان يحمل وصف الجزائري أدم أوناس والنيجيري إيجالو وساديو ماني نجم السنغال وسيدريك باكامايو لاعب كونغو ثلاثة أهداف لكل منهما، إلا أن الأخير لا يمتلك أي فرصة لزيادة رصيده من بعد خروج منتخب بلاده من البطولة ثم منتخب مدغشقر، ولم تخلو المنافسة على صناعة الأهداف من الإثارة، حيث شهد صراع بين فرانكيسي لاعب كوت ديفوار والذي صنع ثلاثة أهداف ونافسه إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر ولامين غاساما لاعب السنغال. وشارت تلك المرحلة إهدار لكرة جزاء وحيدة كانت عن طريق ساديو ماني نجم السنغال، فيما حسمت ركلات الترجيح المتأهل بثلاثة مباريات والتي أسفرت عن تأهل بنين ومدغشقر وتونس. ظواهر دور 16 في هذا التقرير تابعونا. انتهت مباريات دور 16 والذي لم يغير كثيرا في ظواهر وأرقام البطولة قبل انطلاق دور الثمانية، حيث ظل منتخب الجزائر الأقوى هجوميا بتسعة أهداف، وجاء خلفه منتخب مدغشقر الحصان الأسود بسبعة أهداف، وحلت منتخبات السنغال وكوت ديفوار بستة أهداف كأقوى المنتخبات هجوميا بالبطولة، بينما جاء منتخب جنوب أفريقيا الأضعف هجوميا بهدفين فقط. وحصد منتخب الجزائر لقب الأقوى دفاعيا، حيث لم يمنع مرمى محارب الصحراء بأي هدف حتى الآن بالبطولة، وذلك خلال أربعة مباريات خاضها الخضرة، فيما جاء من خلف المنتخب الجزائري منتخب مصر ومنتخب المغرب بهدف واحد، إلا أنهما ودعا البطولة. وشهدت البطولة منافسة ساخنة على لقب هداف الكان،
بعدما وصل الجزائري آدم الناس والنيجيري إيجالو وساديو ماني نجم السنغال وسيدريك باكامبو اللاعب الكونغو بثلاثة أهداف لكل منهما، إلا أن الأخير لا يمتلك أي فرصة لزيادة رصيده بعد خروج منتخب بلاده من البطولة أمام مدغشقر. ولم تخلو المنافسة على صناعة الأهداف من الإثارة، حيث تشهد صراع بين فرانكي سي لاعب كوت ديفوار والذي صنع ثلاثة أهداف وينافسه إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر ولامينغا ساما لاعب السنغال. وشهدت تلك المرحلة إهدارا لركلة جزاء وحيدة كانت عن طريق ساديو ماني نجم السنغال، فيما حسمت ركلات الترجيح المتأهل إلى دور الثمانية وذلك في ثلاثة مباريات، والتي أسفرت عن تأهل بنين ومدغشقر ثم تونس. من جديد مشاهدينا الكرام، والآن ننطلق مع مراسلنا مراسلي شبكة طبعا تايم سبورتس في كل مكان في كان 2019 في نسختها 32، وهبدأ مع زميلي العزيز محمد طه من استاد الدفاع الجوي الذي يحتضن مباراة السنغال وبنين. زميلي محمد، قبل زميلي العزيز محمد طه أبدأ مع زميلي العزيز أحمد حازم من مقر إقامة السنغال. زميلي أحمد، ماذا لديك من جديد؟ حياتي ليك كابتن تامر، وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان هنا من الميديا سنتر باستاد الدفاع الجوي. خليني انقل لحضرتكم الصوره النهارده. يمكن الانتشار الامني كان اكثر من رائع منذ الصباح الباكر من جانب وزاره الداخليه، تامين على اعلى مستوى، وايضا هنا في الميديا سنتر يمكن المكان هنا مجهز بالكامل للساده الاعلاميين من مختلف الدول العربيه والاوروبيه وايضا الافريقيه. يمكن المكان هنا مجهز بجميع اجهزه الكمبيوتر والواي فاي. أيضا لو هنتكلم عن مباراة اليوم، فخليني أقول لحضراتكم أبرز تصريحات سي سي المدير الفني لمنتخب السنغال في آخر تصريحات ليه للاعبيه اليوم. يمكن كان بيتحدث على منتخب بنين بشكل كبير جدا إن هيلاقي دفعة معنوية كبيرة خاصة بعد تخطي المغرب، ولكن أكد على اللاعبين بضرورة مقابلة تلك الدفعة المعنوية بالحذر الشديد، وأيضا طلب اللاعبين بالهدوء. يمكن يعني كابتن تامر معايا واحد من النقاد الصحفيين بدولة السنغال السيد سليف ديالو. سليف، first of all welcome to Time Sports TV channel. We are glad to have you here. Please tell me what is the feedback in Senegal. Tell me the opinion of the press about the Senegalian. People, what they are saying about Egypt, what they are saying about the performance of Senegal's national team in the AFCON 2019. I think that people are very confident to the match because if you say the history in football to Benin Senegal, the Senegal win everywhere in against Benin, but is a quarter final, is the top eight of Africa. It will be very tough game, but I know that people are very 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 confident to the issue of the match. يمكن احنا سألناه بخصوص ردود الأفعال في دولة السنغال عن المنتخب السنغالي، فبيقول لي ان هم بيؤمنوا بشكل كبير جدا ان منتخب السنغال من اقوى 8 منتخبات في افريقيا، وايضا عندهم يعني ثقة كبيرة ان منتخب السنغال هيكون ليه دور مهم في الادوار النهائية في البطولة. Salif, let me ask you, how do you think today's match is going to be? Tell me, what is the performance of the players in the previous matches? What it will reflect, like the reflection of the previous performance of the player on today's game? And how do you expect today's game from your own perspective? I think that if you see the Senegalese team, they grow up about their performance. They are winning Tanzania, but they are lost against Algeria. They win to against Uganda, but it's very difficult game for Senegal. Maybe they are grow up to make a very nice match today. I think that Senegal doesn't play very, very well before the beginning of the competition. Maybe today they are obliged to do very well to show Africa that Senegal is here. Senegal is the number one in the Africa ranking in football.
يمكن احنا سألناه عن رأيه في مباراة اليوم وعن مستوى منتخب السنغال، فبيقول ان هو يعني المستوى بتاع منتخب السنغال في البداية ما كانش مرضي عند جانب كبير جدا من الشعب السنغالي، ولكن هو شايف ان المستوى عمال بيتزايد بعد كل مباراة وبعد كل انتصار بيحققه. Finally Salif, let me ask you about the hospitality of the competition and how do you see Egypt hosting this copy of the African Cup of Nations, and also tell me about the quality of the pitches and the stadium. How do you see it from your own perspective, and what is they are talking about or what they are saying in Senegal with regards to the hospitality of Egypt to this tournament? I think that Egypt is one of the biggest country in Africa. The pitches, the stadium are very, very nice. I like to have the same pitches in our country. It's not the same. I will be honest, it's not the same. If I see the stadium, it's very nice, but I don't see the crowd. Why Egyptian people doesn't come to see the very best team of Africa? If the Egyptian team plays, the Pharaoh playing, it's not a problem. But if they are the other team, I don't see public. Why? I don't know. But the stadium is very high level. The area, the pitch is very high level. So for the people, it's not my first visit in Egypt. I come here in 2006. It's like it's open. I have a chance. I'm Muslim. I'm in a country, Muslim country. It's not a problem for me. يمكن احنا سألناه عن رأي الشعب السنغالي في تنظيم مصر للبطولة وأيضا الاستقبال اللي استقبلناهم به هنا في مصر، فهو بيقول لي احنا بنتمنى يكون عندنا مثل هذه الملاعب ومثل هذه الاستادات، وان هو مبسوط جدا من الطريقة التي نظمت به هذه البطولة، ولكن كان بيتكلم في جزئية الجماهير، ان الجماهير ما بتبقاش موجودة بأعداد كبيرة في مباريات المنتخبات الأخرى، ولكن بيتكلم بشكل إيجابي جدا عن البطولة وعن تنظيم مصر للبطولة. سليف، it has been a pleasure to interview you today on Time Sports TV channel. We wish you all the best, and we wish, of course, Senegal's team today a good game. Thanks a lot. I have to congratulate my elder captain Chauvert. I did the very best time. Okay, thanks a lot. إذن كابتن تامر، ده كان لقائي مع سليف ديالو أحد النقاد الرياضيين في دولة السنغال، وأيضا أبرز الأجواء والكواليس الخاصة بمباراة اليوم. عودة ليك مرة أخرى كابتن تامر، تفضل. زميل العزيز أحمد حازم، بشكرك شكرا جزيلا. زميل الآخر العزيز طبعا محمد طه من أمام ملعب استاد الدفاع الجوي الذي يحتضن هذا اللقاء السنغال بنين. زميلي محمد، ماذا لديك من جديد؟ برحب بك زميل عزيز تامر صار، وبرحب اكيد بكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، ويوم جديد من ايام الكان هنا من استاد 30 يونيو الدفاع الجوي، ومباراه الافتتاحيه لدور الربع النهائي دور الثمانيه بين بنين والسنغال. مباراه بالتاكيد بيحطها كل الحذر، سواء من فريق السنغال خوفا من المفاجاه، وفريق بنين الذي صعد لهذا الدور لاول مره في تاريخه، وبالتالي هو ده انجاز بالنسبه له، ويسعى ايضا لتكرار المفاجات. لكن لو هنتكلم عن الاجواء هنا حتى الان من استاد 30 يونيو، يمكن بدأت قوات الأمن في التواجد والانتشار من الساعة 12 ظهرا بالتواجد في كل أماكن الاستاد وكل محيط الاستاد في كل بوابة، وخليني طبعا أقول إن هم بيقوموا بدور يعني دور مجهود عالي جدا كمان من بداية البطولة حتى الآن بنفس الجهد اللي بدأوا بيه، وأيضا كمان يضاف إليهم كل الشباب المتطوعين اللي تواجدوا هنا من الصباح الباكر، واللي بيستقبلوا كل الجماهير وكل الجهات الصحفية والإعلامية المعنية بتغطية هذا اللقاء، ويمكن تواجد كمان سيارات الإسعاف وتواجد سيارات الإطفاء والحماية المدنية هنا من الصباح الباكر. أيضا بالنسبة الاستاد 30 يونيو، واللي يمكن منذ اللحظات الاولى بعد نهايه اخر مباراه هنا في هذا الاستاد بدات عمليه الصيانه الفوريه للملعب ومتابعه الملعب بشكل يعني مهم جدا، وبشكل يمكن يؤخذ في الاعتبار للجهه المسؤوله عن الرعايه والمسؤوله عن صيانه ملعب المباراه، وايضا مدرجات الملعب وكل غرف الملابس وكل شيء خاص بالمباريات منذ اللحظه الاولى من انتهاء اخر مباراه. ايضا تقنيه الفار واللي تم تركيبها هنا وتم تجربتها منذ الأيام الأخيرة استعدادا لبدء استخدامها في هذه المباراة كأول مباراة يتم استخدام فيها تقنية الفار، وأيضا بالأمس كان هناك جلسة بين كل المدير الفني لكلا الفريقين يعني إرسال تعليمات ليهم، أو يعني يخليهم يعرفوا كل ما يخص التعليمات الخاصة باستخدام تقنية الفار. بالتالي في أمور كتيرة جدا وكواليس كتيرة جدا عن الفرقتين، وده هنتناوله معاك زميلي تامر صقر من خلال رسالتنا التانية من أرض الملعب وبعد وصول الفرقتين. الآن تعود إليك الكلمة، تفضل.
شكرا للزميل العزيز محمد طه. زميلة كريستين رياض من مقر إقامة منتخب بنين. وطبعا هذا المنتخب الذي صعد إلى دور الثمانية في واحدة من مفاجآت كان 2019. زميلة كريستين تفضلي. شكرا زميلي تامر، شكرا لك ومرحبا بجميع مشاهدينا على تايم سبورتس. الحقيقة متواجدين في مقر منتخب بنين منذ الصباح، الحقيقة بنتابع كمان دقائق قليلة سيبدأ المنتخب بالتحرك في الرابعة إلى ربع تحديدا إلى ملعب السلام لمواجهة السنغال الساعة 6 بعد الظهر. طبعا مفاجأة كبيرة للكل، والبعض بيطلق عليه مع منتخب مدغشقر منتخب بنين الحصان الأسود لنسخة الأمم الأفريقية 2019. مفاجأة للكل، أعتقد مفاجأة أيضا لمنتخب بنين نفسه. على لسان رئيس البعثة اللي تحدثنا معاه منذ قليل كان بيتكلم كلود باكي إن هي مفاجأة للمنتخب وصوله للدور الثمانية، كمان إنه الماتش بتاع السنغال ماتش قوي جدا وتم التحضير ليه بكل ما يمكن من قوة لمواجهة السنغال النهاردة، ويعتمدوا على الاجتهاد وعلى الحظ على لسان رئيس البعثة كلود باكي. وكمان قال ان يعني جودة الملاعب والتنظيم اللي اشادوا به كل البعثة، حوالي 700 شخص موجود في القاهرة لمتابعة ومؤازرة منتخب بنين في مبارياته المختلفة، بيشيدوا كلهم بالتنظيم، بيشيدوا كمان بالملاعب سواء هنا في القاهرة او في الاسماعيلية، لان منتخب بنين كان موجود في الاسماعيلية قبل القاهرة. لو اتكلمنا على ميشيل دوسيي وهو المدير الفني لمنتخب بنين، طبعا تكلم على ضرورة الدور الثمانية وصعوبة مباراة أمام السنغال خصوصا وفي نجم كبير زي ساديو ماني. طبعا هو بيتكلم في المؤتمر الصحفي امبارح بتصريحاته بيقول ان كل لاعبين المنتخب منتخب بنين فيهم ثقة كبيرة بعد ما اخرجوا المغرب، وهو كمان منتخب قوي جدا بركلات الترجيح. مجرد حفاظ التعادل في دور المجموعات مع مباريات بنين وكمان يعني إخراج منتخب المغرب كمنتخب قوي وأحد المنتخبات المرشحة كانت للنهائيات من المنافسة نهائيا، ده عاد على كل اللاعبين بثقة بنفسهم كبيرة جدا، عاد عليهم ثقة بنفسهم، عاد عليهم كمان حب للتحدي وإن هم يوصلوا لأبعد من ده في الأمم الأفريقية. لو هنتكلم على تشكيل النهاردة، في خالد أدينو ده مش هيكون موجود لحصوله على كارت الأحمر في مباراة النهاردة للسنغال، في احتمالية كبيرة جدا لعودة ستيف مونيه، وهو ستيف مونيه هو طبعا مهاجم في بنين وهيعود حسب طبعا رؤية المدير الفني. عندنا كمان الحقيقة سيسينيون ده واحد من أبرز لاعبي منتخب بنين واللي هيعتمد عليه بشكل كبير حسب التوقعات النهاردة في الماتش أمام السنغال. هل هيعود بنين وهيصنع مفاجآت وهيكمل لما بعد دور الثمانية؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله النهاردة الساعة 6. للساعة 8 طبعا هنتابع المباراة على تايم سبورتس. تفضل تامر. شكرا للزميلة العزيزة كريستين رياض من مقر إقامة منتخب بنين. ننتقل إلى مباراة أخرى، مباراة لا تقل أهمية عن مباراة سنغال وبنين، مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا، مع الزميل العزيز خالد رزق من أمام استاد القاهرة. تحياتي ليك زميل عزيز تامر صار، وتحياتي لمشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. يعني من داخل استاد القاهرة ومباراة هامة بالتأكيد جنوب افريقيا ونيجيريا. خلينا اقول لك يا كابتن تامر ان كلا المديرين الفنيين عاملين حساب كبير لهذه المباراه، ويمكن مستر باكسر المدير الفني لجنوب افريقيا يعني كان في تصريحاته بالامس عن هذه المباراه ان هي هتكون مباراه بالتاكيد قويه جدا، وعايز يستغل المعنويات العاليه للاعبي جنوب افريقيا اللي هيكون عندهم مهمه كبيره النهارده لتكملة المسيرة للفوز بلقب البطولة. وكان اتكلم عن أكيد في بعض الأسئلة وجهت له عن إيجاله لاعب منتخب نيجيريا هو أبرز النجوم وأبرز المهاجمين في كأس الأمم الإفريقية النسخة الحالية. هو اتكلم أنه هو ما بيتعاملش مع اللعيب بعينه، ولكن هو بيتعامل مع فريق بأكمله، وكان قدر أنه هو يتخطى عقبة منتخب مصر على ملعب استاد القاهرة ووسط جمهور كبير لمنتخب مصر، وكان عنده ثقة في لعبته، ولعبته بالتأكيد أثبتت الكلام ده في فوزها على منتخب
منتخب مصر، وهو ايضا حريص من منتخب نيجيريا. كان في تصريحاته بان منتخب نيجيريا هو من اكبر المنتخبات في القاره الافريقيه، خاصه كمان بعد فوزهم على منتخب الكاميرون وهو صاحب اللقب النسخه الماضيه. فاكيد هيكون منتخب نيجيريا عنده دور كبير النهارده في ان هو يفوز بالمباراه، ولكن هو قال احنا مستعدين بشكل كبير جدا وعندنا طاقه كبيره في ان احنا نفوز في مباراه النهارده ومش خايفين من الموضوع. لكن هو مستر باكسر هيعتمد على ان هو يزيل التوتر من لاعبي منتخب جنوب افريقيا. اما على الجانب الاخر منتخب نيجيريا، يمكن في تصريح لمستر رول المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن تحديدا ملعب استاد القاهره، كان قال بان استاد القاهره لعبت عليه جنوب افريقيا قبل كده وفي جو مختلف بين اسكندريه وبين القاهره من ناحيه الطقس وايضا من ناحيه الملعب، فيكون مستر رول عنده نسبيا توتر من ناحيه الملعب، ولكن هو بيحاول يخلي اللاعبين يدخلوا في اجواء الطقس في القاهره وايضا في استاد القاهره. ايضا يمكن عن اللاعب ميكيل لاعب منتخب نيجيريا اللي كان تعرض لاصابه، هو بالفعل شارك في مران الامس وهيكون متواجد النهارده، من المتوقع يكون متواجد على دقه البدلاء، ولكن هيلعب في هذه المباراه او لا لسه ده اللي ما استقرش عليه مستر رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا. اما الاجواء داخل استاد القاهره فحتى الان الاجواء هادئه، ما فيش حضور للجماهير حتى الان، ولكن من المتوقع قبل انطلاقة المباراة يكون في بعض الحضور من كلا المنتخبين، منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب افريقيا اللي هيكونوا في مواجهة ساخنة اليوم باذن الله. لك الكلمة الان يا كابتن تامر فلسيط، تفضل. شكرا للزميل العزيز طبعا خالد رزق من داخل استاد القاهرة، تحتضن المباراة هامة مباراة نيجيريا مع جنوب افريقيا. الزميل العزيز محمد غانم من مقر اقامة منتخب جرين ايجلز منتخب نيجيريا قبل مواجهة اليوم. زميلي محمد لك الكلمة. تحياتي للزميل العزيز الكابتن تامر صقر وتحياتي لكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. متواجدين حاليا في مقر إقامة الفريق النيجيري اللي استطاع أن يتأهل إلى هذا الدور، دور الثمن النهائي ليلاقي منتخب جنوب إفريقيا، وذلك عقب تغلبه على أول المجموعة السادسة مجموعة الإسماعيلية فريق الكاميرون بعد مباراة رائعة استطاع فيها الفريق النيجيري أن يعود بعد أن كان مهزوما بهدفين لهدف واحد، استطاع أن يحول مجرى هذا اللقاء ليفوز في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين حامل اللقب الفريق الكاميروني ويتأهل لملاقات فريق آخر استطاع تحقيق مفاجأة، هو فريق البافانا بافانا أو فريق جنوب أفريقيا الذي استطاع أن يقصي أيضا وصيف البطولة الماضية بطولة 2017 منتخبنا الوطني المصري. خليني أقول لك يا كابتن تامر، بالأمس كان في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق المباراة ورور المدير الفني للفريق النيجيري استطاع أن هو يصرح بتصريحات إعلامية ذكية جدا، أكد على قوة فريق جنوب أفريقيا اللي استطاع أن يقصي الفريق صاحب الضيافة والأرض وهو المنتخب المصري، مؤكدا قوة هذا الفريق وأن هذا الفوز في دور الـ16 سيعطي الكثير من الدفعة المعنوية الإيجابية لفريق البافانا بافانا. وأكد أيضا في تصريحات أعتبرها ذكية أن فريق بافانا بافانا ليس فقط مؤهلا أن يفوز في مباراة اليوم بل مؤهل أن يفوز بهذه البطولة. أكيد بينوي بهذه التصريحات شيئا ما، أكيد رور من المدربين الأذكياء جدا في هذه البطولة. يمكن منذ قليل التقيت به في بهو الفندق هنا وكان لي حديث معاه عن المباراة وأيضا أكد على صعوبة اللقاء. وأخيرا خليني أقول لك الأجواء الأخيرة قبل الساعات القليلة الماضية اللي بتسبق اللقاء، يمكن المنتخب النيجيري عنده بعض الطقوس، تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 9، بعد ذلك في تمام الساعة 12:30 ظهرا بيبقى في حاجة اسمها تيم ووك، وده بيحرص عليها المدير الفني أنه بيصطحب اللاعبين والجهاز الفني بالكامل في جولة داخل الفندق لإزالة طبعا الضغوط العصبية أو النفسية عن اللاعبين. عقبها على طول توجه اللاعبون إلى صالة الجيمنيزيوم لعمل بعض الاسترتش او نقدر نقول الاسترخاء العضلي للاعبين عشان ما يحسوش باي اجهاد قبل اللقاء. عقبها اخيرا في تمام الساعة 1 ظهرا ايضا المحاضره الفنيه قبل اللقاء، وبعد ذلك خلد جميع اللاعبين الى غرفهم في حاله من التركيز الشديده قبل مواجهه جنوب افريقيا على ان يتوجه الفريق لملاقات جنوب افريقيا في تمام الساعة 7 من مساء اليوم. يمكن دي يا كابتن تامر ابرز الاجواء هنا من معسكر منتخب النيجيري، لك الكلمه الان تفضل. زميلي العزيز محمد غانم بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذا التقرير في مواجهة نيجيريا وجنوب أفريقيا من مقر إقامة منتخب النيجيري. الزميلة العزيزة حياة حفيظ من مقر إقامة البافانا بافانا الذي أطاح بها المنتخب المصري من هذه البطولة. زميلي حياة تفضلي. مساء الخير عليك زميلي تامر، مساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس. يوم جديد، يوم أول أيام دور الثمانية دور ربع النهائي، يوم مليء بالتوقع والترقب، وده شفته على وشوش الناس اللي موجودة هنا في مقر إقامة منتخب جنوب أفريقيا.
الناس لما دردشت معاهم شوية عن اللي شافوه بيحصل من أولى أيام البطولة لحد الآن، الكل عنده نظرة واحدة للموضوع، أنه ده لازم يكون درس للكل، أنك لا تتوقع ولا تتكهن ولا تراهن، لأن دي كرة القدم وما فيهاش توقعات وستبقى بلا توقعات. وده اللي أكد عليه ستيوارت باكستر المدير الفني للبافانا بافانا لما قال امبارح في الندوة الصحفية أنه عارف أن فريق نيجيريا فريق قوي جداً، وأنه فريق منظم وعنده لعيبة كبيرة قدرت تاخد الفوز من الكاميرون اللي هو صاحب اللقب في النسخة الماضية في الجابون، ولكن ده سبب أدعى أنه هو يركز أكتر ولعبته تركز أكتر ويديهم حماس أكبر أنه هم يقتنصوا الفوز في بطولة المفاجآت وبطولة الأحداث المثيرة وبطولة الخارجة عن التوقعات. ستيوارت باكستر قال أنه هو يعني مش هيبص للمواجهات السابقة بينه وبين نيجيريا، عشان زي ما قلنا حاجات كتيرة قوي اختلفت وحاجات كتيرة قوي تغيرت هنا في البطولة وفي النسخة 32 لكأس الأمم الإفريقية، وأن كل اللي بيحصل ده يخلي المباراة صعبة جدا على الطرفين. كمان جيرنوت راور قال أنه يعرف كويس جدا باكستر وأن هم أصدقاء وأن هم لعيبة واثقين من نفسهم ومنتخب واثق من نفسه جدا لأنه قدر ياخد الفوز والتأهل لدور الثمانية ودور الربع النهائي على حساب أصحاب الأرض والبطولة والجماهير، وده يخليهم لعيبة واثقين من نفسهم جدا وما بيخافوش وممكن أي حاجة تحصل مع فريق زي ده، وده هيخلي لعيبته تركز أكتر كمان وما يستهونوش بأي فريق، وأنه التواضع لازم يكون سمة كل اللعيبة وكل الفرق وكل المنتخبات. هذا كل ما لدي حتى الآن. الساعة 7 مساء هينطلقوا إلى استاد القاهرة إن شاء الله لمواجهة نيجيريا. نيجيريا تواجه اليوم جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الساعة 9 مساء في أولى أيام دور ربع النهائي من النسخة 32 لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019. عودة ليك زميلي تامر. شكرا للزميلة العزيزة حياة حفيظ من مقر إقامة البافانا بافانا أمام منتخب نيجيريا. ننتقل إلى مباراة أخرى، مباراة لا تقل أهمية عن دور الثمانية ومباراة من الأقوى من دور الثمانية، مباراة كوت ديفوار مع الجزائر في استاد السويس، والزميل العزيز عمرو نبيل بيخبرنا عن أجواء هذه المباراة. زميلي عمرو لك الكلمة. مساء الخير زميل عزيز تامر صار، ومساء الخير على مشاهدي تايم سبورتس وكل مكان. البطولة لسه ما خلصتش والمباريات الحاسمة والقوية مستمرة. غدا في دور الثمانية ومباراة هامة ومصيرية تجمع المنتخب الإيفواري أمام منتخب الجزائر، منتخب الجزائر بقيادة مديره الفني جمال بالماضي ومنتخب كوت ديفوار بقيادة مديره الفني إبراهيم كامارا. يمكن زميلي تامر أوضح لك بعض النقاط الهامة. يمكن مسؤولي المنتخب الجزائري حتى الأمس كانوا حريصين جدا على الإقامة بمحافظة السويس والتواجد بأحد الفنادق، الأمر الأول وهو الإقامة في أحد فنادق العين السخنة وهي الملاعب الفنادق المخصصة لفرق المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، أو الإبقاء في القاهرة في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الجزائر. طبعا مسؤولي المنتخب الجزائري فضلوا طبعا الإبقاء والخيار الأمر الثاني وهو الإبقاء في محافظة القاهرة والبقاء في مقر الإقامة منذ أول البطولة والقدوم إلى محافظة السويس يوم المباراة طبعا وإلى ملعب المباراة. يمكن النهاردة تصريحات جمال بالماضي المدير الفني اللي بيأكد النهاردة من خلالها في المؤتمر الصحفي على قوة المنتخب الإيفواري، رغم طبعا تصريحات إبراهيم كامارا اللي اتكلم فيها وقال إن المنتخب كوت ديفوار يعني يقوم الآن ببناء فريق جديد وجيل جديد لكرة القدم الإيفوارية، لكن جمال بالماضي قال لك المنتخب الإيفواري بيظل طبعا من المنتخبات القوية الذي يأتي إلى بطولة أمم إفريقيا وهو مرشح للفوز باللقب. أيضا جمال بالماضي النهاردة وصفه الإعلام الجزائري بالمدرب القوي، المدرب القوي صاحب الشخصية القوية الذي يسيطر على نجوم الفريق والذي لا يريد الفتن داخل معسكر المنتخب الجزائري ويلم كل كبيرة وصغيرة داخل طبعا المنتخب الجزائري. يمكن زميلي تامر صقر يمكن النهاردة خلاص التدريبات الأخيرة لمنتخب الجزائر ستكون في تمام الساعة 6 مساء على ملعب بيترسبورت بالتجمع الخامس، وعلى الجانب الآخر تدريب كوت ديفوار سيكون في تمام الساعة 5:30 على ملاعب مارينا وادي دجلة بالعين السخنة. تامر صقر ومشاهدي تايم سبورتس، هذه كانت كل أجواء يعني مباراة كوت ديفوار والجزائر من أمام استاد السويس الجديد. زميلي العزيز عمرو نبيل من أمام استاد السويس بشكرك شكرا جزيلا. الشكر موصول لكل زملائنا وشبكة مراسلنا، مجهود يذكر فيشكر. وطبعا قبيل انطلاق اليوم الأول من دورة الثمانية
من كأس الأمم الأفريقية. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مفاجآت الأدوار الماضية تؤكد أن مواجهات دور الثمانية لن تخلو من المتعة والإثارة، حيث يسعى منتخب السنغال لمواصلة الزحف نحو حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه عندما يواجه بنين بملعب الدفاع الجوي. مشوار بنين في دور المواجهات وتحديدا في المجموعة السادسة، حيث كانت البداية أمام غانا وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ثم التعادل السلبي أمام غينيا بيساو، ثم تكرر التعادل السلبي أمام الكاميرون قبل أن يحظى المنتخب المغربي في دور 16 بركلات الجزاء. أما منتخب السنغال الذي تواجد في المجموعة الثالثة، حيث صعد به بعد احتلاله المركز الثاني عقب الفوز على تنزانيا بهدفين والخسارة أمام الجزائر بهدف، ثم سحق المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة وتخطى أوغندا في دور 16 بهدف دون رد. وستكون مباراة السنغال وبنين في الأولى في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تشهد استخدام تقنية الفيديو أو الفار، بعدما اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف استخدام تلك التقنية في النسخة الحالية من المسابقة القارية بداية من الدور الربع النهائي. وسيكون الفار تحت رقابة مشددة من قبل مسؤول الكاف اليوم، خصوصا وأن آخر مباريات الفار شهدت أزمة كبيرة، وتحديدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي. وكان الوداد المغربي قد رفض استكمال إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وما حاربهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكارتي في الشوط الثاني ليتم إعادة المباراة. ومن المنتظر أن يدير مباراة اليوم الجزائري مصطفى غربال. تقرير عن مواجهات دور الثمانية، ابقوا معنا. أسدل الستار على دور 16 لكأس الأمم الأفريقية والذي أسفر عن أربع مواجهات نارية في دور الثمانية للبطولة، حيث يلتقي بملعب الدفاع الجوي في السادسة من مساء الأربعاء منتخب السنغال مع منتخب بنين والذي حقق المفاجأة في دور 16 وأطاح بأسود الأطلس. وتعد تلك المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في تاريخ البطولة. أما منتخب جنوب أفريقيا والذي تأهل على حساب مصر فقد ضرب موعدا مع منتخب نيجيريا في استاد القاهرة في 9 مساء في مواجهة تجمع المنتخبين. وفي أقوى مواجهات دور الربع النهائي يصطدم منتخب الجزائر بمنتخب كوت ديفوار في 6 مساء باستاد السويس في مواجهة نارية تجمع بينهما للمرة 8 بالبطولة، حيث لا يمتلك أي منهما أفضلية وفقا للمباريات السابقة، فيما فاز محارب الصحراء مرتين وتعادل في لقائين. وفي ختام مباريات الدور وعلى ملعب السلام وفي تمام 9 مساء يلتقي منتخب تونس بالحصان الأسود للمسابقة منتخب مدغشقر في مواجهة قد تبدو سهلة نسبيا نظرا لكونها المشاركة الأولى لمدغشقر في كأس الأمم، إلا أن مفاجأة المنتخب الملجاشي في النسخة الحالية ووصوله إلى الدور الربع النهائي يؤكد صعوبة المواجهة على نسور قرطاج. المباراة الأخرى يسعى فيها منتخب نيجيريا لقطع خطوة جديدة نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013 عندما يواجه منتخب جنوب أفريقيا في 9 مساء باستاد القاهرة. وعاد منتخب نيجيريا للظهور مجددا في بطولة أمم أفريقيا بعدما غاب عن المشاركة في نسختين 2015 و2017 ساعيا لاستعادة أمجاده باعتلاء منصة التتويج يوم 19 من يوليو. ويعد منتخب نيجيريا ضيفا شبه دائم على المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق وتوج باللقب القاري في 3 مناسبات أعوام 80 و94 و2013،
بينما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية 4 مرات، كان آخرها عام 2000، فيما حصل على المركز الثالث بالميدالية البرونزية في 7 مناسبات، آخرها نسخة 2010 التي أقيمت في أنغولا. وتعقد جماهير نيجيريا أملها على إيغالو من أجل قيادة منتخب النسور الخضر للصعود إلى الدور نصف النهائي والحفاظ على حلم التتويج باللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قدم عرضا رائعا في المباراة الماضية أمام الكاميرون عندما استطاع أن يسجل هدفين لمنتخب نيجيريا ليرفع رصيده من الأهداف في المونديال الأفريقي إلى 3 أهداف. في المقابل يطمح منتخب جنوب أفريقيا لمواصلة صحوته بإقصاء نيجيريا والمضي قدما نحو تحقيق اللقب الثاني في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما سبق وأن توج باللقب عام 96. وتعقد جماهير جنوب أفريقيا أملها على تاو في اختراق دفاعات نيجيريا والمساهمة في صعود منتخب الأولاد للربع النهائي 2019 بعد المستوى المذهل الذي ظهر عليه في مباراة مصر. نشاهد الآن ماذا قال جيرانت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا قبل هذا اللقاء. في البداية أعتذر عن التأخير، عن الحضور. أحد الأشياء المهمة هو أن نظل متواضعين. إذا نظرت للخلف، ليس للخلف بعيدا، قد لا نكون واثقين في منافستنا ضد نيجيريا. نيجيريا لها مركز هام جدا في القارة الأفريقية، وفي مباراتها السابقة لعب الأولاد بشكل جيد. بالطبع فازت نيجيريا في الماضي، ولكن أعتقد أن السؤال هو هل نغير طريقة لعبتنا من قبل. بعد ذلك قد لعبنا بشكل جيد، وسوف نفكر في هذا السؤال، ولا يجب أن يكون هناك أي مخاوف أو ليس هناك شك بأن نيجيريا هي أحد أقوى الفرق في القارة الأفريقية، وهي ظلت في هذا المركز لمدة طويلة، وسوف تكون مباراة شاسعة أو قوية جدا بالنسبة لنا، ولن يكون لنا أي رد فعل قوي بعد هذه المباراة، ولكن سوف نكون حذرين جدا في التدريبات، وسوف نضع في الاعتبار أننا نتقابل مع فريق قوي جدا وفريق مهني، وسوف نقوم بتغيير بعض الأشياء الصغيرة، وأأمل أن نكون جاهزين من الناحية البدنية ومن الناحية العقلية. لأن طبعا الراحة العقلية كانت أحد الشواغل لمنتخب جنوب أفريقيا من قبل، سوف نعمل على ذلك. اسمي كولين إدور. Just to carry on with what you just said. فقط أود أن أعلق على ما قلته فيما يتعلق بالنتائج. نتائج فريقك، أعتقد أنك الرجل الذي لم تحقق أي فوز في جنوب أفريقيا ضد نيجيريا، ولكن في هذا السياق عندما لعبت بشكل ودي من قبل كان فريق نيجيريا واثق جدا من اللعب، ثم فاز فريقك في هذه المباراة الودية. وفي المرة الثانية التي كنت فيها أيضا أنت مسؤول عن الفريق، كان هناك في 4 لاعبين يلعبون في الأمام، كان فريق قوي جدا يلعب بشكل قوي جدا ضد فريق جنوب أفريقيا. بعد كل ذلك
ولنضع ذلك في الاعتبار. إذا فعلت ذلك نفس الشيء أمام فريق نيجيريا، هل سوف يكون إنجازا كبيرا بالنسبة لك وسوف تحرز الفوز ضد فريق نيجيريا القوي؟ سوف أعلق بشكل أكثر على ذلك أو أغوص بشكل أكثر. لعبنا 6 مباريات في هذا السياق، لم نفوز ضد نيجيريا، لديهم الآن أقوى فريق. لديهم الآن أقوى فريق. لا أعتقد أن المدرب، أعتقد أن المدرب اختار كل اللاعبين المتاحين الأقوياء. لن أشترك فيما قاله. قالوا أن نيجيريا سوف تفوز على فريق جنوب أفريقيا. هذا ليس ما نتحدث عنه، ليس ما نتحدث عنه في مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا. ونحن نود أن نفوز وهم يودون أن يفوزوا، ولدينا أفضل فريق ولنرى من سيفوز. هذا هو السياق، ما قد يحدث قبل المباراة، ما قد يحدث أثناء المباراة وبعد المباراة. ليس لدينا شيء لنفعله فيما يتعلق بذلك، ولكن كل الأمر يتعلق بالفوز بالمباراة والأداء، ويجب أن نفكر في الطريقة التي سوف نلعب فيها في أفضل حال. ولذلك Yes, we saw the game, of course. نعم، رأينا المباراة بين مصر وجنوب أفريقيا. ونحن نعلم جيدا فريق جنوب أفريقيا لأنها كانت في مجموعتنا في البداية. وأعتقد أنه عندما تفوز في مصر في هذه الظروف ضد فريق جيد في مصر وهو يضم أفضل اللاعبين في أفريقيا، سوف تكون واثقا للغاية، وهم يستحقون الفوز، إنهم فريق أفضل. ومن وجهة نظري سوف نكون نحن إذا فزت ضد الفريق رقم 1 في مصر فإنك الآن فريق جيد. لقد لعبنا مباراة جيدة ضد الكاميرون، ولدينا أيضا الثقة، ويجب أن نتوقع الكثير من اللعب الجيد. الفريقين سوف يلعبون هذه المباراة، لديهم مهاجمين جيدين، وأعتقد أن قوة فريقنا تكمن في التواضع وروح القتال، روح المقاتلة، حتى ضد جنوب أفريقيا التي بدت فجأة بشكل جيد في هذه المباراة. سوف لن تكون مباراة سهلة، ولكن أيضا نحن نمتلك الثقة لأننا أحرزنا 3 أهداف ضد فريق لم أيضا يحرز ضدنا أي أهداف، ولدينا حارس مرمى جيد. هذه الثقة أيضا، ولكن أيضا منتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي. أعتقد أننا أود أن أقول أننا سعداء، كانت مباراة صعبة المباراة السابقة، ونحن مستعدين جدا لمباراة الغد. سوف تكون مباراة صعبة، نحن سعداء أن المصريين سوف يكونوا في صفنا، ولكن عندما نلعب في هذه المباراة يجب أن نبذل قصارى جهدنا ونقوم بما يجب علينا فعله، لأننا إن لم نبذل قصارى جهدنا سوف نستبعد. سوف تكون مباراة صعبة جدا، ونحن جاهزين، ونحن جاهزين للذهاب إلى هذه المباراة. اسمي نيلس. السؤال للمدرب: في المباراة الأخيرة كان من الممتع مشاهدة هذه المباراة، ولكن كانت مباراة مثيرة جدا، هل هذا سيحدث مرة أخرى، الإثارة في المباراة؟ نعم، كل المباريات في هذه المنافسة مباريات مثيرة عندما يكون هناك ضغطا على اللاعبين، وهناك العديد من المفاجآت في هذه البطولة أيضا. يجب علينا أن نتجنب الأخطاء، ونحن نحاول أن لا نقوم ببعض الأخطاء مرة أخرى. وأعتقد أن الآن أن الدفاع
على مستوى الهجوم عفوا على مستوى جيد. لدينا بعض الإصابات ولكن لدينا أيضا مباريات لنلعبها. التجهيز لم يكن سهلا لهذه المباريات ولكن الآن في تدريب الأمس لدينا 23 لاعبا كانوا يشاركون في التدريب وسوف يكون صعبا بالنسبة لنا في هذه المباراة. السؤال لمدرب لسيادتك ومدرب جنوب أفريقيا، هل تعتقد أنها سوف تكون مباراة لهزيمة؟ لا، إنها مباراة واقعية، نحن واقعيين، نحن نعتقد أننا يجب أن نتحسن بشكل أكبر. لدينا مباراة صعبة، خسرنا ضد مدغشقر وعانينا من مباراتنا ضد الكاميرون وارتكبنا العديد من الأخطاء، ولذلك فنحن واقعيين. جنوب أفريقيا لعبت بشكل جيد جدا ضد مصر ولذلك يجب أن نكون متواضعين، يجب أن نستمر في العمل. ولدينا أيضا ميزة أنهم يعلمون أو يعرفون الاستاد، لعبوا فيه من قبل ونجحوا فيه ووصلنا مبكرا من الإسكندرية الذي كان مكانا رائعا، ليس حرا مثل هنا، ولكن هنا أيضا كانت في الإسكندرية بالقرب من البحر، ولكن هنا يجب أن نتكيف على الوضع. ولدي كان هذا وقع المؤتمر الصحفي قبل انطلاق هذه المباراة المهمة، نيجيريا جنوب أفريقيا، من كل من روهر المدير الفني للنيجيري وأيضا باكستر المدير الفني البافانا بافانا. مشاهدين الكرام، نواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا.